والقلب. الحمد لله. وعلى ذكر الوزن ديالي انا ما كيضايقنيش الحمد لله. شحال الوزن ديالك اهيفه؟ ما نقدرش نقول لك الوزن ديالي، ولكن تبارك الله ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله من كذا كذا الحمد لله. شحال من كذا لكذا؟ الحمد لله. ولكل واحد الله يعطيه صحيحته. وما كيضايقوكش هاد الالقاب كريمه ديال هيفاء ديال كثيره ديال معشي عبد الله شحال من سميات ما كيضايقوكش؟ لا علاش غيضايقوني؟ هو بعدا الاسم هيفاء، هيفاء هو المعنى ديال الرشاقه. انا رشيقه، الرشاقه في حتى في الداخل، من الداخل ديالي رشيقه، حتى في الماكله ديالي رشيقه. شي انا الا بغيت ناكل حاجه درتها في دماغي غناكل. انا تناكل، انا بعدا في المسرح الا ما كليتش ما كنتحركش في الخشبه. بحال ديك الطوموبيل ما درتي لها مازوت غادي ديماري. لا خاصني ناكل عاد باش انا معروفه عليا ديماري. باش تنطيماري تبارك الله مزيان فوق الخشبه. فوق الخشبه كناكل مزيان وعاد باش كنلعب مزيان. مجوجه كريمه؟ وهذا هو السؤال اللي بغيتك تسولي لي. ها هو جات نوبتو. نهار واحد قلت لي بغا يكتب الله، قلت لي نتزوجوا، قال لي فين غنديرك؟ قلت لي ديرني في قلبك. قال لي هذا الخير كامل نديرو في قلبي، قلبي كونتونير. اتساع في القلب. قلت لي سيدي، قال لي اتساع في الزنقه. لا واه بغى يخلق معايا الجو. ومازال الزواج قسمه ونصيب، باقي ما سهلش الله. ويمكن تقدر تكون شي حاجه على يكون نكونوا قدام ربح لهذا البرنامج وعلى القناه ميدي ان تي في ان شاء الله. العام الجديد نتزوج ان شاء الله. ان شاء الله. ولكن مشكله ديال العماريه مالها؟ لا ولكن كان سي ابراهيم ينصحك في هذا الموضوع مزيان. لا لا صافي سي ابراهيم صافي، بقيته غادي ندير معاه البيض في الكحل. لك كتب الله لا عطي صحيحته. شكرا لك كريمه. والحمد لله الوزن هو الوقايه، كيقول لك خير من ألف علاج. الانسان يسوي راسو كيف قالت الدكتوره، يعني خص الواحد يعالج راسو وما يبقاش ان مثلا واحد حاجه كضرو ما يبخلش على راسو. نعم. خصنا نتحركوا ندير واحد الكونترول. دابا انا كندير كونترول الحمد لله، انا عندي سكر ناقص، السكر ناقص ما عنديش الكوليسترول الحمد لله. لاغوت كانت عندي ديال سميتو الحمد لله، نقصت اللحم نقصت هذا، ولكن اللهم لك الحمد انا كنتحرك كندير. بعد خطرات كنكون كنزرف في الدار كندير سيديات، كنبدا ندير الرقص، كالرقص الشعبي ريونطال خليجي. يعني الخفه كاينه؟ لا كاينه خفيفه مع راسها.